مراقبة موجة غبار قادمة وطقس مغبر في الرياض وطقس شديد الحرارة والتفاصيل بعد هذا الفاصل. إذن يطرأ انخفاض شديد وملموس على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، حيث يكون الطقس دافئ في تلك المناطق، بينما يكون حار إلى شديد الحرارة في باقي المناطق من المملكة، وتكون الأجواء لطيفة في مرتفعات جنوب غرب المملكة. وبالنظر إلى خرائط سرعة هبات الرياح الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن سرعة الرياح تنشط في المناطق الشمالية، هنالك وجود لموجة غبار قادمة من العراق وسوريا تصل إلى المملكة يوم الاثنين بمشيئة الله، وذلك في المناطق الشمالية لتنتقل بعد ذلك إلى المناطق الشرقية والمناطق الوسطى وتستمر حتى ساعات المساء من يوم الاثنين. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 20 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة الأجواء المتوقعة في العاصمة الرياض، يوم الاثنين والثلاثاء الأجواء مغبرة، درجة الحرارة 44 يوم الاثنين و39 يوم الثلاثاء، بينما ليلا تكون أيضا مغبرة ما بين 29 إلى 28 درجة مئوية. يوم الأربعاء تبدأ الأجواء لتصبح صافية في العاصمة الرياض، لتصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية وليلا تصل إلى 28 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من سكاكا، أجواء مغبرة 30 درجة نهارا و20 درجة ليلا، في عرعر رياح نشطة مثيرة للأتربة من 31 إلى 19 درجة مئوية، في تبوك الأجواء صافية من 31 إلى 19 درجة مئوية. في مكة المكرمة أجواء صافية من 40 إلى 26، في الطائف كذلك الأمر من 33 إلى 23، في المدينة المنورة من 41 إلى 29، في جدة رياح نشطة من 35 إلى 25 درجة مئوية في ساعات الليل. في أبها هنالك احتمال لوجود أمطار من 31 إلى 19 درجة مئوية ليلا، في الباحة هنالك الأجواء تكون صافية من 29 إلى 22 درجة مئوية، في جازان غيوم متفرقة من 36 درجة مئوية إلى 29 درجة مئوية في ساعات المساء. في الدمام أجواء حارة من 44 إلى 29، كذلك الأمر في الإحساء من 47 إلى 31، في حفر الباطن رياح نشطة مثيرة للأتربة من 39 إلى 24 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة الرياض أجواء مغبرة من 44 إلى 29، كذلك الأمر في بريدة من 40 إلى 26، وفي حائل أجواء مغبرة أيضا من 31 إلى 20 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.